إعلاننا اليوم وين؟ في زهور الريف، تخفيضات من 20 إلى 80%. خلوني أخبركم إيش عندهم في زهور الريف. عندهم عطور وشموع، وعندهم مجموعة العناية للجسم، ومتخصصين بالزيوت العطرية. وخلونا ندخل على الأفضل مبيعا من المجموعة الفرنسية برايد وأونر، كان ب20900 الحين ب10.5. بالنسبة لي البرايد فظيعة، كان ب10.4 ريال الحين 5.2 ريال. الفاندال عجيب وغريب ورهيب. وعندهم زيت الاستحمام غني بالزيت الخروع والفيتامين اي، كان ب9.3 ريال صار ب4.630 ريال. تعالوا نوريكم الشموع اللي عندهم، وعندهم نوعين من الشموع، وهذا النوع الجديد كان بسعره ب6.2 ريال الحين 3.1 ريال، وهذا النوع VIP كان سعره ب12.5 الحين ب6.250 ريال. ترى الشموع اللي في زهور الريف مش مستخلصات بترولية، هذه كلها مكون من زبدة الصويا. وجينا على قسم الأدهان، وعندهم أنواع كثيرة من الأدهان وبمختلف الروائح. روائح الأدهان اللي في زهور الريف ترى ما بتشموهم في أماكن ثانية. وخلوني أوريكم طريقة الاستخدام. ممكن تخلطوه مع البودي لوشن، أو تاخذ كدهن أو بخاخ بحجمين. وهذه الأدهان ممكن تستخدموها للشعر والجسم والملابس. هذه خلطة موجومبا، وهذه الخلطة تكون 160 ملي، وهذه الخلطة مخلوط فيها 4 تولات أعلى تركيز، وغير الخلطة تأخذ 3 تولات. وتعالوا أوريكم بوكسات الهدايا، وعندهم هذه 3 أنواع من البوكسات: الفواكه، الزهور والفرش. البوكسات الحين صار سعرهم ب7.820 ريال. هذا البوكس كان سعره ب25.950 ريال الحين ب15.650 ريال. زهور الريف عطوراتهم واجد خيالية ويستاهلوا التجربة.